كتار بيفكروا أنه الهندسة الداخلية والتصميم الداخلي هن شق واحد وهن خط واحد، ولكن لا، هن مقسومين سواء إذا بلشنا بالجامعة أو انتقلنا على سوق العمل. الهندسة الداخلية تختلف عن التصميم أو التجميل الداخلي، ولكن بمكتب زاهر عبدالله جمعنا الاثنين. نحن يعني مننزل نعمل تصميم داخلي ومنعمل هندسة داخلية، وإخر شيء مناخد بابنا بالمفتاح ومنفوت وكأن شيئا لم يكن، بس بيكون شيء وبصير شيء تاني مختلف. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ يعني أنا مفكرة أنه الهندسة الداخلية هي عادة، أنه بلا منعمل هندسة داخلية وتصميم داخلي، يعني فينا نعمل الاثنين سوا بدون ما نكون هالقد فاصلينهم عن بعضهم. معتبرتهم نفس اللاين؟ نفس اللاين، ولكن بإطارين مختلفين. المنهجية التعليمية بداية بالاختصاصات بالبوزار أو بالفاكوليتي أوف فاين أند آرت فصلت ما بين المواد الهندسة، بس الستودنت أو التلميذ بياخد مواد مشتركة ببداية سنته التعليمية، بياخد جرافيك، بياخد فاونديشن دروينج، بياخد أسس الرسم على التي اكار، وبعدين لحتى يبلش يرسم اوتوكاد ويشتغل على المناهج الفنيه او البرامج الفنيه. ولكن بسوق العمل وباختصاصاتنا اللي عم نمارسها، اكيد الهندسه الداخليه والمهندس الداخلي بيختلف عن المصمم الداخلي وبيختلف عن التجميل الداخلي. وهذا شيء اذا بدك ما عم بيخلينا يكون عندنا نقابه بالبلد، لانه بعضهم بيعتبروها حرفه بعد منا هندسه اوفيشلي، يعني منا اركيتكتشر، منا انتير اركيتكتشر اوفيشلي، مع انه بكل بلاد العالم، بايطاليا اذا بدك لانه هي ريفرنس كبيره، المهندس الداخلي هو بيكون هيك بتحسي سوبرفايزر على كل شيء. سو هيدا الفرق تعليميا. وهلا بسياق الحديث بنحكي عن الفرق على الارض، عن الفرق بالتشطيبات وشو بصير. طيب اذا بدك زاهر، فاذا بنبلش بفيديو يلا وبنرجع على اساسه هيك بناخذ اكثر تفاصيل وبنغوص فيها. اوكي يلا نشوف سوا. ما فيك كل أسبوع تعمل فينا هيك، يعني لزم. أنا عم بتطلع وعم أقول واو وشو هالبيت، قلت لي عادة بس 450 متر يعني على الخفيف. هون انشغل الاثنين، هون انشغلت الهندسة الداخلية. لما نقول هندسة يعني رينوفيشن، صار في تكسير، صار في إمدادات عن جديد، صار في تظبيطات اللي هي تعنا فيها الهندسة الداخلية. بتبلش بالخرايط، التجميل الداخلي ما كتير ببلش بالخرايط، هونيك منبلش قبل ما جو على الورشة، منبلش بالمكتب. التجميل الداخلي ببلش بمود بورد، ببلش بسلكشن ايتمز معينين، تريا، فوتاي، لوحات، برادة، يعني خلينا نقول انه هو بارت بجمل تشطيبات داخلية، هو تجميل داخلي، هو ديسبلاي اند ديكوريشن. هون ما بنروح كتير خرايط، ما بنروح كتير ميزانباج، فينا نجن شوي، فينا نشتغل على الاشياء التابلويات اللي على الحيطان اللي هيك جايين ايريجوليار، بس بتضل المساحه بتلعب دور وبضل المود العام. بدايه بنكون مبلشين ببروجي تكسير، بنكون مبلشين بورشه ببارتيشنينج اسمه تراديشنال بارتيشنينج او الاكسس، توزيع الجدران، فتحات الابواب بالجدران، فتحات الشبابيك. هذا شيء ريليتد وله علاقه قويه بالهندسه المعماريه. هون بنقعد مع المهندس المعماري بدايه، بنحكي نحن وياه عن التمديدات، بنقعد مع التوبوغراف، مع السيفل انجينير، نحكي نحن وياه وين عندنا حديد بالاسقف لحتى ما نفخت، بنحكي عنه عن كل الاشياء لبعدين نروح على التبليط، على الجبسن بورد. هولي الشعبتين او الشقتين، لا هولي تشطيبات داخليه، هولي بعدنا بالتشطيبات الداخليه. نعم، هولي هندسه داخليه لانه سوليد، لانه هارد. عم نحكي تبليط، عم نحكي جبسن بورد، عم نحكي دهان اسقف، عم نحكي دهان حيطان، لانه بيتخللها الحف والتنعيم وكل هيدي الاشياء. هيدي التشطيبات الداخليه وهيدي الهندسه الداخليه. هيدا
الجديدة بدها خرايط، بدها فايلينج، بدها دوكيومنتس نمشي عليهم، وين تمديدات الشوفاج، وين عنا الكاش رادياتور، كيف بيفتح الباب، الدايركشن، الاكسس، الكونسبت، هولي كلياتهم هندسة، هندسة داخلية. مش مما كان قادر يمارسها لأنه بدها دراسة جامعية طبعا، يكون مسقول بالدراسة الجامعية، يكون عنده هالإكسبيرينس، يكون عنده خبرة عن البرودكتس الموجودين بسوق العمل قدي قادرين نوصلها. هيدي الهندسة الداخلية. التجميل الداخلي، مع احترامي لممارسي التجميل الداخلي، يعني فينا نمارسه عن هواية، فينا نمارسه عن ذوق عالي. منلاحظ اليوم our clients، زبايننا المدامات بيكون عندهم ذوق رفيع بتنقية الفازات والبوزريعة والبرادة والقماش وتلبيس القماش، so بتكون شوي feminine touch، بيكون بده هيك حرفية، ولكن حرفية أنثوية إذا بدك. منجمل من خلال المشروع. المشروع اللي كنا عم نشوفه اللي شطب، انشغل فيه تكسير ونشغل فيه تبليط ونشغل فيه كمان إنارة. يعني هون انتم جمعتوا الهندسه الداخليه بالتجميل مع التجميل الداخلي. هن مجموعين وهن بيكملوا بعض، وما بنقدر نتخيل ولا بيت خالص هندسه داخليه ما يكون في ديسبلاي، ما يكون في ديكوريشن، ما يكون في تريات، ما يكون في بوزريعة كتير حلو بكفي ستايل تبعه. وبعصورنا هلا اللي نحن عم نعيش فيها، كل ايتم عم ننقيه ريليتد على ايبوك معين، يعني ما بقى في فاز ما له هويه، لا هيدا الفاز بيشبه هيدي الفيترين، هيدي الاسقف تشبه هيدي الاعمده. لما بدنا نروح نعمل هيدي الميكس اند ماتش وهيدي الكومبينيشن كلياتها، بنشوف النتيجه انه التري لحقت الارض، الراوند شيب، العواميد كسروا شوي الاشياء المبرومه، عطيتنا اشياء جالسه. سو هيدي اللاينز بنبلش فيها بالهندسه الداخليه ومنكفيها هيك اذا بدك انسيابيا بالتجميل الداخلي. قد ايه زهر انت كمهندس داخلي بتنفقس انه انت فتت عملت كل التشطيبات، زبطت كل اللي بدك تزبطه، بتفوت على البيت قبل ما ينفرش بتقول واو، واذ بقرروا يردوا الفرش القديم لانه ما بقى معهم يكملوا؟ يا ربي كثير بتصير. قد ايه بتحس انت انه لا نص الشغل، لانه في قصص بتتبين شغلك بدك فينشنج اب حلو، بدها الايماج الاخرانيه تكون حلوه. قبل ما انفقس لازم يكون في عندي تيم عم بيساعدني بتفنيش المشاريع. قبل ما ازعل انه ماي كلاينت عمل هيك، يمكن ما تكون قدرتي، لازم يكون عندي قدره وعندي تيم وعندي ذوق اقدر كفي المشروع. لما يكون في عندي هذا الشيء بنفقس بقول كان لازم نحط هيدي الفطاي، كان لازم نروح نشتغل شيء برجر اجمل، كان لازم نشتغل كونسبت اجمل. سو التيم بيكون موجود، في حدا كتير بحب الاكسسوارز، حدا كتير بحب البراده، حدا كتير بحب الكاربتس، بصير عنده اطلاع. السلكشن تبع الناس بتكون عم تشتغل معك كتير مهمة، لأنه كل حدا بيكون عنده ذوق، بيكون حدا بيحب المطابخ، بيكون حدا بيحب الانتري مع خشب. سو بتصيري انت تعرفي لمين بدك تعطي هيدا المشروع ولمين بدك تعطي هيدي بيكملوا بعضهم. يعني بيكملوا بعضهم. اخر شيء اكيد السيجنتشر للمهندس ولا مكتب الهندسه، ولكن هيدا الذوق العام مع الكلاينت، لانه الكلاينت هو شريك بتشطيب المشاريع، لازم يكون هيك عالي. وانا اكيد بنصح اللي عم بيفوتوا بمشاريع ما يردوا فاكشن القديم، ما يردوا الاشياء القديمه. اي نو في 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 هيك اذا بدك فاينانشال ايشوز بنعانيها او اشياء ماديه، لانه دائما الكلاينت بيوصل لاخر الورشه دافع مبلغ. سو اذا بتقولي له عن تريا بينفقس، اذا بتقولي له عن عن حيلا ايتم بينفقس. سو دائما الاديشنال كوست مزعج على الكلاينت. هون خلينا نعمل دراسه، بهيدا اللي بدي اقول لك انه فينا من الاساس طبعا خلينا نعمل دراسه من الاساس، عارف هو ما بين هندسه وتجميل شو ناطره. اكيد خلينا نعمل كوتيشن من الاساس، انه بعد في عنا كاربتس، البيت ما حيبين حلو ابدا الا ما يكون في كاربتس واكسسوارز ولايتنج وبراده، وهيدا الفضل بيعود للفايل الديزاين، للبرسبكتيفز اللي بنشوفهم، لل3 دي فيوز والانيميشن اللي بنشوفها للبروجي، لانه بيكون كامل، بيكون مضوى البيت. وهلا عم نشتغل صرنا انيميشن بالارتفيشال انتليجنس لحتى نفرجيه هالقد الموشن تبع البيت عم نحرك، هالووك ان اللي عم نعملها بالبيت لحتى يعرف الكلاينت لوين واصل، لوين ماشي، لانه الكلاينت ما بيعمل سلكشن بالميتينج الا ليعرف التكلفه، الا ليعرف البادجت شو. بما انك عم تحكي عن تكلفه وبادجت زاهر، لما بنقول الهندسة مع التجميل، إجا الكلاينت بده يعمل الاثنين،
طيب اليوم إذا جينا حطينا مبلغ معين وجيت أنت قلت له إنه هذا المبلغ كبير صح. بدنا أو إجا قال لك كبير بدنا ننزل، بتفضل تنزل وين بالسعر؟ بالهندسة مع التشطيبات والتكسير وأم بالقصص التجميلية؟ أكيد على حساب القصص التجميلية، لأنه التكنيكال إيشوز اللي هن التمديدات الصحية والكهرباء والفينيشينج تبع الكواليتي ما بنلعب فيها. ما بنقدر عندنا ليفينج نسترخص بالقلب الكوان اللي قاعدين سهرانين عليها، ما بنقدر الصالون عم نستقبل فيه اصحابنا ما يكون فخم، ما بنقدر لما الخشب يكون معالج ضد الرطوبه وضد التسوس والتاكل، لنعالاتنا تكون عاليه لحتى ما تلحقها مي، لا بفضل روح انه كاربت اذا حقها مبلغ فلاني نروح على وحده ارخص. أوكي. الكاربت بقدر بالتجميل الداخلي نلعب هيدي اللعبه، نلعب هيدي الجيم، نقول انه بدنا نقلل من البرادي شوي، في متر برادي ب 40 دولار فينا نجيبه ب 25 واثنيناتهم رح يكونوا افيه حلو. هيدا الكاتينج بادجت. الكاتينج بادجت هو احد اهم الممارسات بعالم البزنس وبعالم المانجمنت، لانه الاركيتكت لازم يكون هو مدير وسوبرفايزر وايجو مانجر، لانه الكلاينت بيكون اوقات عنده هيدا الايجو ما بحب ينقل له لا. لازم يكون شغل مانجمنت بالمكتب لحتى يلعب على الكوتيشن، ولكن الفيجن لازم تكب من اول يوم، نقول انه بلس اور ماينس عندنا هيدا المبلغ، عندنا هيدا الفينيشينج، ونصير نلعب هيدا اللعبه. شكرا كثير لك زاهر عبد الله، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا فيك، بتمنى لك ويك اند حلو.